الفراوله البيضاء او شكلها باينابل تصير ملونه على طعم الباينابل. هنا راح طبعا الحين الطماط الاسود خلصنا شفنا الطماط الاسود بعدين راح ندش على الطماط الكرزي الاصفر والبرتقالي والاحمر نعم. والاصفر الكبير وراح ندش على الفلفل وندش اليوم بنسوي سلطه طماط ملونه بس من الطماط اي سلطه طماط ما شاء الله لا اله الا الله هذا كنا لولو لا اله الا الله محمد رسول الله تعال دمبر تعال جيب سله عطني هذا عندك أيوة. ولا تبي تحط فيها بعد بحط شويه عشان يصيروا ملونين أيوه اللي مستوي زين قول لي انت هو شكله يشوق كذي وهو بالشيارة عشان ترعى فيه حالي شوية أنا عندي والله حالي احسنهم الاحمر احمر فيه احمر فيه احمر طماطم الحالي لا بالعكس والله يبقى عذروب يا صارت احنا الاول حريم الكويت يحطون حبيبة شكر في الدقوس عشان يعطيهم طعم الحلات هذا عندك هني هذا الطماط الاخضر هذا الطماط الاخضر اي بس طبعا هذا مستوي زياده عن اللزوم اي هذا اللي فوق زين هاك وين امسك لي واحد يمسك لي هذا احمد هذا اللي مسك الصندوق هذا ها؟ بس ترى هذه هذا يصير رايب حلا يصير في حالات زيادة يعني. إيه شوية مستوي. إيه شوف مول تاقية. يا سلام هذا سويت. حلو طعم. هذه تقصها من داخل خضرة خضرة إيه. سلطة الطماط اليوم بس طماط من جميع الألوان سلطة الطماط تأكلونها مع عيش أبيض مع موش مع معدس المهم تأكلونها بروحها حق لبداية عجيبة لطوفكم تري تري هذا الأحمر غريب شكله شوية رمين شوف لي أسود شوف مني أسود ها ها كهذي افتحها مبدون افتحها كذي ايه ذا كبير بس الماي المستخدم هني ماي ارتوازي يحلونه في مكاين التحليه ما يستخدمون يطلعون ماي ارتوازي وهم يحلونه ادري ايوه نعم. نعم هذا البابونج اللي هو دوانه ما زال والله احنا نتداوى فيه دوا السدر دوا البطن نعم يا سكر هذه قصوا منها شباب تعالوا تشوفون هذه غريبه سكر عديدة. سكر اقوى من عادل 40 قفشه سكر هذا شنو سكرين اللي يطلعون منها السكرين هذا هذاك يسمونه ستيفيانا هذه ستيفيا في توفيانا منتجات منها سبحان الله شايف اي وحده كلها كلها اي قص قص اي ورقه
تجرب. خطير مع هذا خس اللولو روسا. اي نعم. هذا اللي دايم نلقاه بالفنادق في اطباق الفنادق، طبعا لونه احمر على اخضر. لولو روسا. لولو روسا. وهذا خس الفرايزي، هذا يمكن احسن خس يحبونه الفنادق، لان لو تشوف شكله هذا دايم نلقاه بالاطباق عندهم. وطعمه مو سبايسي، طعمه عادي مثل نفس الخس مايل. هم تقريبا تختلف الاشكال. بس الاشكال بس طعم واحد. يمكن في خس واحد موجود اللي هو شويه في طعم مر ليموني شديد، بس تقريبا ما شاء الله ريحته على لومي. صح، هذا الليموني. في على ذاته كمان ريحه. في بس انا اخترت الخمسه اللي توب يعني. اي عطنا من نحط لنا من فوق السلطه. لا في احسن بعد الحين. هذا الدارسيني ما عجبني. هذا مشمون. مشمون من العاده اللي يطلع. لا هو مو ذاك اللي زهرته بنفسجيه. اي هذا بعد في ريحته مو قابل للاكل يعني. الناس ما تفرق بين المشموم والريحان العادي. اللي زهرته بيضه تطلع بيضه، هذا للاكل. اللي زهرته بنفسجيه مو للاكل. خوش معلومه. على اساس الناس يروحون يشترون يقول له هذا ريحان اكل منه. ومو للاكل بس على الزهره. هذا النعناع العادي. هذا الأوريجانو. الزعتر الأوريجانو. محفوظ. هاي. أنت تبي تقص؟ أنا ما أصل. إحنا ترى على قولتهم على نهاية الموسم يعني شوي. فهذه كلها بعد أسبوعين كلها راح تنشال. إيه ما شاء الله. هذا الزعتران طريقته هذه. تطلع وردة. وناخذ من الورده الخطوط الخيط الاحمر خيطين ثلاث البتلات ثنتين ثلاث. فاحنا نزرع الحين طبعا حصاده اخر 12 ويناير وبعدين نخليه بالارض عشان هو ابصال صغيره تتكاثر وتكمل السنه الجايه. والسنه الجايه ونكثر منه ونكثر منه ان شاء الله. حصدته منه طلع منه اي شويه بس هذا زعفران كويتي. بس انت تحتاج 150 الف ورده عشان تطلع كيلو يعني 150 ورده عشان تطلع جرام واحد. فأنا طلعنا بحدود 7-8 جرام. بقالنا سكين أو منيل. إيه. هذا ملفوف عند بعد مثلث. شوف أوراقه شلون يعني. هذا بروكلي راب على قولتهم او سبراوت. سبراوت ها إيه. يجي يطلع بالطريقه هذه. كنا شوف تلقى صار كذي حق الاكل. هاي بحطها هنا ورده صغيره بس ما شاء الله. مساكم الله بالخير. كنتم مساء ويانا في جولة حلوة في هالمزرعة النموذجية عند أخونا يوسف الكريباني. ما قصر، استضافنا في مكانه. احنا في الوفرة، الجو طبعا اليوم ربيع، جو شيء عدل. وورانا انت ويانا ما قصرت جميع أنواع الطماط، عندنا الكيل أنواع، عندنا الأعشاب العطرية، عندنا الخيرات خيرات الله من كل شيء. فهو اليوم نستضيفنا ويرحب فيكم. يا هلا ومرحبا، حياك الله ابو داود والمشاهدين. اليوم احنا موجودين بالمزرعه
شرفتنا وراح نطبخ ان شاء الله في بعض المنتجات النادره. المنتجات، فقلنا بناخذ اليوم من الاشياء اللي موجوده، ما احنا ماخذين لا دجاج ولا لحم ولا سمك ولا شيء، من اللي موجود عندنا. اعطانا شوفوا هالبروكلي الوان الزهره القطنطيطيه، اقول الزهره اللي هي الوان، قال سووها على الستيم عشان ما يختلف اللون. نعم صحيح. بنسوي تحتها عيش ونسويها ونسوي تشاينيز من الخضره اللي موجوده، وبنسوي اكله فرنسيه اللي هو طاجن الخضره اللي هو رتاتوي على قولتهم، البيديان والجميع انواع الخضره بنحمس لها مع الثوم بنحطها، بتشوفون انت ويانا ما قصرت. الله يطول على هالاستضافه الحلوه وعلى هالمنتجات اللي تسر الخاطر، يعني بيض الله وجهك. الله يرحمه. الله يسلمك. مشكور جزاك الله. الطماط خوانا على الطماط لنقلت بس لما قلت فوق الكف ايش بسوي مطمط ببطني. نرد لكم بعد شوي على مرتب أغراضنا. رديت لكم مرة ثانية، أنا عندي هذا الغرابيط اللي هو ملون بخليه يستوي على راحته هني على البخار عشان أبيه ياخذ لونه، اللي بعطيه شوية ملح وشوية فلفل أسود ولا شيء ثاني أبداً غير عشان ما بيطلع ما يروح، وبسكر عليه بخليه ياخذ على البخار راحته. عندي هني الماعون الثاني على طول بسوي عشان الرتاتوي اللي هو شوفوا الخضرة مقصصناها أشكالها كلها، نبي نصفها صف، عادة نحطها بالفرن بس دام احنا اليوم برا نستخدم الفرن حق شيء ثاني. شوية زيت وعندنا الثوم، كما إذا ما قصت دقلنا بعد ثوم، شوفوا هم الثوم من المزرعة، وعندنا شوية بصل، هذه كلها حمسة. كماري سويت العيش غسلتيه ممتاز، شوفوني هذه الحمسة ما راح أحط فيها لا دارسين ولا بزار، شوية فلفل أسود وملح، وبعدين عندي الأعشاب العطرية ما شاء الله عندهم هني كل أنواع الأعشاب العطرية، فأباخذ شوية خلنا نشوف والله هذا ريحان هذا روزماري بقصني الروزماري عشان يطلعون الريحة، وهذا وشو يا سلام هذا الحبق على قولتهم شوية منه، وهذا هذا بعد خنين هذا اللي هو البيزل، شوفوني حتى من غير ما قصصته هو بروح من تحطه طلع ريحته شحلوها. أبى أسوي الخلطة مثل المارينارا صوص اللي هو الطماط، كماري أبي معجون، طلعته معجون بخلي بس ياخذ الطعام الحمس عدل، ايوه لانه ما يحتاج لون على طول، ايوه واحد كافي بس ما فتشيتي من ورا، شوف كل مره اقول لكم فتشوا من قفا عشان حمس ويانا عدل، حمسة نقدر نضيف له شوية ليمون، عندك عصير ليمون؟ عصرتوا له ليمونة؟ هات السكين، شوفي السكين مساء كانت هني خشتها جوي عندك كالعادة، ها جوي وين السكين؟ يو هايدت ها؟ ما شاء الله عليك. نحط الطماط، هذا الطماط نسوي له مثل الصلصة الخاطرة عشان ننزل فيها الخضروات هذه كلها، شوفوني هنا ما قصيته حطيته على العدالة عشان عقب اللي أخذت الطعم أشيله، ملاحظين السنة يعني يمكن أكلنا شوي متغير على قولتهم نبي الهيلثي فود، أنا بالنسبة لي الهيلثي فود أكل من كل شيء بس شوية، هما يبون الحين الأورجانيك، واعتقد ما راح تحصلون شيء اورجانيك اكثر من الكريباني هنا مزرعته، كله مزروع على الطبيعه وعلى الشمس وعلى السماد الطبيعي، ما في اي محسنات كيماويه، بس الزين في المزرعه هذه واللي احنا فيها انهم يجيبون الاشياء النادره، يعني شوفوا كم نوع طماط،
هذا طماط اسود، هذا طماط احمر، فلفل فلفل لونه شوكليت. اعتقد هذا استوى بعد شوي. عصرتي لي لوميه ولا نص؟ نص لوميه، شكرا. ابي شويه زيت زيتون. كم لاحظين ما حطيت زيت الزيتون اول شيء لان حمس البصله ما بيها، ابي البصله تحمس براحتها. وتالي بقصر عليه. وين 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 عاد هذا تكسير ترى ما اشوف. ايوه تمام. وبنزل فيه الخضره. اعطيني معون اشيل من شويه من الخلطه من الحمسه هذه. بيديان الكوسة طماط البصل والرد مرة ثانية طماط الملون وشوية بيديان مرة ثانية شوية بصل. هو يحطون العادة ورقة ورقة بس احنا هني ما في داعي لان عندنا خيرات الله وايدة. ايش حق انتم بقص حتى الفلفل الملون. ونحط طبقة من الصلصة مرة ثانية فوقه. عدل. ونكمل عليه مرة ثانية. هذه شوية كوسة. شوية بيبيان. شوية طماط مني. هذا طماط في الصوب. فلفل بصل. كوسة. شوف. ما اعتقد اكو شيء بعد صحي اكثر منه اللي سويناه. كلها خضرة جديدة توها مقصوصة من المزرعة ومحموسة قدامكم. من ثومها من بصلها من كل شيء. هذه فوقها باقي الصلصة. هي الحين مع النار راح تطلع شوية ماي وتنضى. عادة ندخلها الفرن بس اليوم بنخليها تستوي كذي على راحتها. برد لكم بعد شوي شوف طبختنا الثانية. أنا قاعد أشوي لكم الفلفل هني عشان بنسوي السلطة التونسية. كل شيء فيها مشوي. شوفوا شوينا هني البيديان والكوسة. عدل. حطينا بس فوقه شوية زيت زيتون وشوينا. الحين بنخلطه من نقصص. هذا تقريبا استوى. هذا استوى الفلفل. خله هني ياخذ شوية حرارته. عندي هني يا جماعة ال قرنبيط الملون. بشيله أرفعه. ماي القرنبيط قبشت النظارة. نشلنا النظارة مو لزوم. حطينا فيه. شوفوا الماء مال القرنبيط فيه شوية زيت. نسوي عليه العيش. شوفوا حتى اللون. اللون نزل مال القرنبيط فيه. إذا ملاحظين اللون البنفسجي أزرق. عاد أنا ما بسوي لكم عيش خالي. عيش بحط فيه شوي. شوية فليفلة حمراء. شوية بصل. شوية فليفلة بنية. يزر أحمر أو بنفسجي. يزر أصفر. من كل جميع هالاشياء الحلوه نخلطها وياه. والا اذا تبون تحطون المنكه مال الطعام هم يستوي اوكي. واذا تبونه بروحه هم يستوي اوكي. وزيت عادي او زيت زيتون مثل ما تبون. الحين عندي هذه خالصه. شوفوا بيديان والكوسة وأي خضروات تحبونها تنشوي خالصة. نسوي سلطة تونسية. شنو السلطة التونسية؟ جميع الخضروات تنشوي وتقطع بنحط فوقها الليمون والخل وشوية كزبرة ناشفة وشوية ثوم. وسلامة عمركم. الحين أرد لكم أكمل لكم إياها بس هنحطها في ماعون.
حبايب قلبي، شفتوا ليال عين الليل؟ هذه الرتتوي على قولتهم خلصت، بنطفيها بشوية ليمون عصرنا النص لومية وشذي تكون زاهبة. تقدرون اللي يحب يحط فيها على قولتهم منكه الطعام مال الخضرة، يحط منكه الطعام مال الدياي، على راحتكم. احنا اليوم خلينها كذي، ما فيها الا فلفل اسود وثوم وزيت زيتون وشويه الخضروات اللي حطينا صفيناها قدامكم، وهي الحين مستويه خالصه. عندنا شيء ثاني، عندنا الكيل. الحين عيالنا وبناتنا كلهم يحبون الكيل، هذا بالوانه. عندنا طريقه حلوه حق الكيل، انا قطعته وبقطع قدامكم كذي على طول، ونحط عليه شويه زيت زيتون وملح. احلى شيبس وافود شيبس، يكون خفيف ومفيد وكل الفايبر فيه. على طول عليه شوية زيت زيتون الخفيف وحبيبة ملح، وعندي الفرن كاهو زاهب بخلي تحمر فيه، راح تشوفه يتقروش يصير كنا شيبس. هاي حبيبة ملح، هذا خلصنا من الكيك. بسم الله، أنا مشابع عليه فوق وتحت، خليه تحمر براحته. عندي السلطة التونسية، هذا الفلفل شويته وسويت له بيل وقطعته، وهذه الكوسة. طبعا كل أنواع الخضرة حتى الهيزر يصير، حتى تقدرون تحطون الفنل، وهذا البيديان كله مشوي بزيت الزيتون. راح نخلطه. ايش بضيف له وياه؟ الحين هي كذي سلطة معتبرة كل شيء فيها، لكن تبون تستخلونها بعد انطع والذ، دراي كرانبيري اللي هو التوت الناشف اليابس او الكرز الناشف، الريزن او الكشمش، حبيبه كشمش وياها يعطيها حامض حلو، شويه كازو. طبعا كله رو، شوفوه على اساس فائدته فيه تصير، وشويه وولنات اللي هو اليوز، هذا اللي يحبون الأشياء الطبيعية، بدأنا اليوم أكلنا كله صحي، خلاه صحي صحي. وهذا اللي هو البيذان، كله مو محمص ولا مطبوخ ولا مضيوف لأي شيء. الصلصة أو الصوص اللي بنحطه فوقه بلسمك فينيجر وليمون، أنا عصرت ليمونة داخل وبلسمك فينيجر، وشوية ثوم. الثوم طبعا صار لونه أخضر تأكسد من الهواء، مو مشكلة، ما راح يتغير طعمه. نخلطه على طول ونحط له شوية زيت زيتون، خلطه كلش زين. اللي يعطيه السيكرت او الطعم التونسي او السلطه التونسيه الكزبره، اللي هي حب الكزبر الناشف مسوي له روستد بعدين طاحنينه قفشه كامله. وطبعا اكيد لازم ذره فلفل اسود وذره ملح، وسلامتكم وتعيشون. اللي يحبها حاليه زياده لان هي فيها مكسرات وفيها شوية فواكه يضيف شوية عسل، واللي يبيها من غير عسل يقدر. الله عسلنا صاك، معقول كذي من البرودة؟ هذه الصلصة زاهبة، هتشوفونها تخثر بروحها كل ما خلطتوها تخثر. على طول بخلطها أنا هني، أنا ما حطيت طماط، شوفوني الطماط بخليه بروحها، هي حالاتها كذي هالطعم اللذيذ مالها. وعليها يايبة شوية صلصة، الصلصة كثر ما تحبون تقدر تحطون. لحظة بس عطينا التتش مالتنا اللي نبيها، خلاص هو أساسا في فروت كذي خالص، هذه كامل، واللي يبغى يزيدها زودتها يزيده. عندي شيء ثاني أنا جاهزة وأرد لكم. خلصنا سلطتنا وقضت، بنزينها بهالطميطات عقب، نقدر بنخليها كذي مثل ما هي مثل ما هي. إيش عندنا الحين؟ عندنا الكيل اللي قلنا لكم بنسوي مثل الشبس، شوفوا إيش حلوة، ها ويتقروش، ها يتقروش تقروش، ها ألذ شيء لا يطوفكم. الحين ايش عندي؟ بسوي لكم التشاينيز. انا بس اشب الشوله. ايوه
تفضلي. نحط شوية زيت عادي. ننطره يحمى. وننزل فيه شوية زنجبيل. وشوية ثوم. ثوم مع الهواء أكثر صار خضر مو مشكلة. عندنا هني أويستر صوص، وعندنا سويا صوص، وعندنا ساسمي أويل اللي هو زيت السمسم اللي المحموس، هو اللي يعطينا ريحة الشاينيز. نخليه يحمى، ننزل فيه الخضروات على حسب قوة أول البصل، فلفل الأخضر، الأحمر، اليزر. نخليه حمس على راحته، لأن عندنا هني العيش اللي سوينا مع البرق مع القربيط بنحطه وياه. ياخذ شوية وقت لما يحمس. عقب لي حمس عندنا العيش الأبيض اللي سويناه، حطينا فوقه القرنبيط الملون كهوة تشوفونه هني عندي. نقدر نستخدمه بروحه هذا القرنبيط الملون، أو نستخدمه مع العيش. أنا ودي أخذ هالعيش وأسويه مع الشاينيز. بس يحمس الشاينيز برد لكم مرة ثانية، وإذا كان عندي وقت بسوي لكم بعد شيء ثاني. هذه الخضرة مالت الشاينيز استوت، نضيف لها شوية أويستر صوص، كله بنا طبعا اللي هو صلصة المحار، وشوية صويا صوص. ما نستخدم الملح إلا إذا كنا معتازينه. خنينة ريحتها مع السيسمي أويل اللي هو لهنا السمسم. وعندنا الله يسلمكم هذا العيش اللي هو استخدمناه مساء، نضيف نصه تقريبا كافي، وخلي نصه حق شغل ثاني إذا نشتغل فيه. على طول هذا الفرايد رايس، اللي بيضيف له تالي بيض، اللي بيضيف له تشيكن، اللي بيضيف له شريمب على قولتهم الربيان، يقدر يسوي أو يخليه كذي. ماكو ألذ منه على هالخضرة اليوم الطيبة. ما بقى علينا إلا ننشبه. برد لكم بعد شوية ونواسي. جاهز جاهز. خلاص يبقى أكلنا ونبي ننشبه الحين. بسم الله. هذه الخضرة سبكت صارت عجيبة. تأكلونها بروحها، تأكلونها مع على قولتهم مع عيش أبيض، مع خبز جراتان على قولتهم اللي شو اسمه المنشف. شفتوا ايش حقا قلت لكم خليه بعواده، هذا بشيله. شيله كله. شوفوني انا شيله كذي لانه هو حلقات مفروض يكون مصفوف، بس احنا اليوم في كشته طلع مصفوف. والله ما قصر هو، وبديانا وكوستا والبصل والطماط والفلفل الوان كله. احمد كله يقول لي بلا طفح للماعون، قلت متعلمين ما نعرف ننشب ونخلي شيء بالماعون. على قولتهم لازم كل شيء ينشب ينحط على السفره. هذا خلصنا منه. قلت لكم الطماط بسوي منه سلطه، هذه الطميطات حطيتهم نفس الدريسنج اذا تبون، او شويه ليمون وزيت وقضى الله اللازم، ما يبي له اي شيء ثاني. لأن كله بروحه كذي ما شاء الله ناطع. الحين عندي شنو؟ عندي تشاينيز كهوة.
العيش اللي سويته. طبعا عشان نجيب العيش ما اعرف انا نجيبه كذي الا بالصحن. بسم الله. ريحة الخضرة ما شاء الله ايش حلوها فيها. أذن علينا العشاء لا إله إلا الله. ما شاء الله. وهذا عيشنا وهذا اللي سويناه ستيم. ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذي جاهز. نقول لكم صحة وعافية كاملة ودلكم عشان نذوق. خلصنا عشانه اليوم مزرعة الكريباني من هالخضروات الحلوة المنقية نقوة. سوينا السلطة التونسية وسوينا الراتاتوي اللي هو طاجن الخضرة وسوينا الكيل الكريسبي شوفوا اللي عشان تقروش. سوينا سلطة الطماط مشكلة. سوينا العيش التشاينيز مع القرنبيط الملون ويوريناكم شلون ما يختلف لونه إذا حطنا سوينا على البخار. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا وأكلنا اليوم كله هيلثي إنه ما في شيء كله على قولتهم أورجانيك وكله خضرة. واللي يحب يضيف له دياي وسمك ولحم يقدر يضيف معه الخلطات اللي يحبها هو. نشوفكم إن شاء الله على خير. أمناكم الله في أمان الله.